ابن الكلب يا فاطر يا فاطر. تعال هنا يا ولد، تعال هنا. لو ايه مالين الاوضة بتصور لعيبة كفرة زيك ما بتصومش؟ ايه على والله ابو تريكة بيصوم، ابو تريكة بيصوم يا واد اخرس بقى. ماشي تستخفني يالا تستخفني. ايه يا حاج انا عمري ما افطر ابدا، ده على رقبتي يا حاج. ابن الكلب يا فاطر. وادي الكورة اهي اللي هتضيعك ان شاء الله. اهي الكورة، الكاس، وادي الكاس بتاعك اهو يا اخويا. ها الكاس احسن لعيب يا شيخ، ده المفروض يدوك كاس احسن فاطر في رمضان. الله يخرب بيتك، وادي الكاس اهو. عايز حاجة تانية؟ في ايه تاني؟ عادي انا هقطعها لك ان شاء الله. معلش يا اخويا، معلش حقك عليا انا ونامي ما زعل نفسك. معلش يا بجاحتك يا اخي، يا بجاحتك. مش بتشوف لنفسك يا بنت؟ بقى تفطر معانا وتتسحر معانا. لا وتدعي وانت بتفطر. بتقول ايه يا واد وانت بتفطر؟ ها؟ تدعي بتقول ايه؟ بتقول تتكلم في ظهر يا واد يا اخويا. انت اللي كده هتفطر. طب والله ماما دي اول مره افطر في حياتي. بس ما تقولش والله. معلش يا اخويا، اصل هو كان بيلعب كوره فهبط شويه يعني. هبط. سلامتك يا اخويا من التعبيط. الف سلامه عليك يا اخويا. معلش هو هيعوض اليوم ده بعد رمضان ان شاء الله. هيصوموا مع الستة البيض. انت تخرسي خالص وتنقطينا بسكاتك، ولا عارف ستة بيض ولا ستة سود. وتلاقيك انت عارفه انه فاطر ضريه عليه. حاضر. رمضان الكرة دي وقعت من عندهم. هات هات السكينة دي، وادي الكرة اللي انت عايز تلعب. ادي الكورة اللي انت بتلعبي بيها كورة يا اخويا. وهو يعني كده مش هيلعب كورة تانية؟ ما ممكن يجيب كورة تانية. يبقى يدور بقى يا اختي مين هيديله فلوس. بس هدي نفسك انت يا اخويا، ضغطك حيالك. يا رب يا رب يسمع من بقك ربنا. ضغطي على واخلط من خلقتكم. بس هات بس هات بس. وتلعبي ايه؟ فطر على ايه؟ فطر على مية وشاي. يا اخويا ما هو الفطر هيبقى على ايه؟ على شاي ومية. ما يمكن سجاير. لا والله مش للدرجة دي. لا يا اخويا، الواد قدام عينيا طول النهار هيشرب سجاير امتى بس؟ لا ما بيشربش سجاير. ماشي يا حنين ماشي، دلعي يا اختي دلعي. اعملي له قصه وربي له ضوافره. ده انا نازل اصلي العصر. وانت واد تنزل تجيب جركن العصير، وانت بتحصلني على الجامع على روح امك. ها مش هيبقى لا صوم ولا صلاه. انتوا حاجه تقرف. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ اوه بقى شايفه الواد؟